طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أوضاع المعتقلين والمغيبين في العراق، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. كما أشرنا في البداية أعزائي المشاهدين أننا في قناة الرافدين مستمرون معكم في تغطيتنا حول أوضاع المعتقلين والمسجونين والمغيبين في العراق، ونذكركم بما جاء في تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان يوم أمس، حيث كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن تسجيلها 7663 حالة إخفاء قسري خلال أعوام 2017 و2018 وخلال الستة أشهر من هذا العام 2019. أنس العزاوي أحد أعضاء المفوضية قال بأن عدد المعتقلين أو تأكد بأن هناك 653 موجودين في السجون، أما الباقين أكثر من 7000 لا يزال مصيرهم مجهولا. نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أم آدم من بغداد، تفضلي أم آدم. أم أخي الكريم، أهلا وسهلا بيك. أهلا أختي، بدء أن نشكركم على البرنامج أستاذ عمار. أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بيك، تفضلي. عزيزي أستاذ، أنا ما أريد أحكي لك عن قصة اعتقال سجيني ولا أشكي لك حالي ولا أنقل مظلوميتي، أنا أريد أنقل لك معاناة ومظلومية الكثيرين من أمثالي من أهالي السجناء. أنا أمثل الآلاف من أهالي السجناء الأبرياء اللي يعانون بالسجون ظلم بلا حول ولا قوة. أخي السجناء أغلبهم أبرياء، ما يخفى عليكم اللي تهم تكيدية واللي تشابه أسماء واللي راح ضحية المخبر السري واللي اعترف تحت التعذيب والتهديد، والقصص كثيرة وما تخفى عليكم. فلا يجي وفايخ ويقول لنا اللي بالسجون مجرمين. نبي الله يوسف هو نبي انسجن ظلم، فكيف وإحنا بالعراق وهو بلد الظلم؟ الإرهاب الحقيقي مسنود وأكو من يطلعهم، بس ولد الخايبة بالسجون وأهاليهم. أخي الأهالي شافت الويلات من معاناة المواجهات وبعد المسافة والتعب والبهذلة وقلة المادة، لأن المعيل الوحيد بالسجن. شنو ذنبهم؟ قل لي شنو ذنبهم؟ يعني شنو ذنب الأم اللي تعبت وربت ابنها بدموع عينها؟ شنو ذنب الزوجة اللي تحير تباوع على مصرفها، مصرف جهالها أو مصرف زوجها اللي بالسجن؟ وما شاء الله السجناء مثل ما تعرفون صارت تجارة رابحة، تدر عليهم بالأرباح الكثيرة وكل شيء بالحانوت غالي وممنوع تدخل شيء، لازم غصبا ما عليه يشتري. السجون مكتظة بالأبرياء، يعني مو معقولة عشرات الآلاف اللي بالسجون كلهم مذنبين، ما يعقلها عاقل. كاتلهم الحار والمرض والازدحام. السجن إذا يسع 5000 معتقل فيحطون بيه 15000 وأكثر، ويجون يقولون، يجون مسؤولين يقولون نوسع السجون ونبني سجون جديدة. زين ليش سووا لهم حل؟ طلعوهم أغلبهم أبرياء، وحتى اللي أخطأ هم تاب وعفى الله عما سلف،
فخلي احنا من خلال برنامجكم نناشد نناشد وننتخي بالخيرين، اذا بيهم خير ومشارب واخو خيته. اناشد كل عراقي اصيل وغيور ويقول اني زلمه وقدها، يا عادل عبد المهدي يا محمد الحلبوسي، احنا اللي وصلناكم للكراسي، عينكم علينا، احنا دون طالب بحقنا. اناشد ضمائركم اذا بيها ضمير حي، اني مو مره وحده واقول بشارب الخير، احنا النساء كنا نطالبكم ونستحلفكم بالله تنظرون وتنبذون مطلبنا. نطالب بعفو عام عن الجميع او سارعوا بتعديل قانون العفو الفاشل. نعم. يا ريت يسارعون بتعديل القانون السابق لانه ما صاد احد، فنطالب بعفو عن الجميع وعفى الله عما سلف، ويا ريت يكون التعديل الصالح المتهم وبدون تنازل ويكون التاريخ اصداره. نعم. يعني كافي ظلم، كافي نواب ومناصب وعندهم حصانه، ما عندهم غير نطالب وندين ونستنكر. اذا انتم تطالبون لعد احنا شو نسوي؟ منو اللي ينفذ؟ احنا نريد حل. نعم. احنا نريد فعل، كافي كلام، كافي نطالب ويحجون بالسجون، سجناء اكو ابرياء، سووا لهم حل. سووا لهم حل، مو قاعدين يتوسعون بالسجون وتبنون سجون جديده. نريد فعل، كافي بس كلام، ارحموا الناس يرحمكم الله، وعسى ان تكون رسالتي واضحه ووصلت للمعنيين. نعم. أنا أشكرك أختي أم آدم من بغداد، يعني أوجزت حال المعتقلين في العراق. طبعا كما تحدثنا بأن مفوضية حقوق الإنسان في العراق في تقرير لها يوم أمس جاء فيه بأن خلال سنتين ونصف تم أو اختفى في العراق من خلال اعتقالهم 7063 شخص، اللي تم تأكد وجودهم 653، أما الباقين فمصيرهم مجهول. كما أشرنا بأن عضو المفوضية أنس العزاوي قال بأن عدد المخفيين الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون بلغ 652 معتقل فقط، بينما بقي مصير الآخرين مجهولا. وأكد وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المخفيين قسريا لعدم تعاون المؤسسات التنفيذية بذريعة الإجراءات الأمنية. طبعا في تقرير صدر العام الماضي أفادت الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية نرج بأن أكثر من 300,000 موقوف بريء أودعوا السجون العراقية خلال أعوام 2014 و15 و16، كان معظمهم تم اعتقالهم بدوافع طائفية. بحسب تحقيق أجرته الشبكة مع مصادر رسمية من وأخرى من القضاء، فإن القانون ينص على وجوب قيام التشكيلات الأمنية برفع ملفات الموقوفين إلى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ التوقيف، لكن هذا لا يحصل على أرض الواقع، بل على العكس، حتى القرارات القضائية بالإفراج عن المحتجزين الأبرياء يتأخر تنفيذها. معنا اتصال أبو محمد بن الطارمية، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا هلا بيك، تفضل. أخوي العزيز على موسوعة السجناء. تفضل أسمعك. أخي على موسوعة السجناء. نعم. أنا بالنسبة لي أخذوا من عندنا اثنين. يعني جو شالوهم من البيت، يعني ما عندهم كل شيء. يعني هسه بالمعسكر مال التاجي، بالسجون مال التاجي، وبالتعذيب وبالشي، ويساهمون عليهم مساومة، وتعالوا انطونا هالمبلغ كذا دفتر وكذا وكذا حتى نطلعهم. زين انتم تقولون تجون تشيلون وتاخذونه وتقولون انهم ارهابية، تعال شلون تساومون عليهم وتدورون عليهم فلوس؟ نعم. ابو محمد ايش وقت اعتقلوهم؟ ومنو اعتقلهم؟ اعتقلوهم الحكومة العراقية. نعم. شرطة، جيش، الجيش العراقي. الجيش العراقي. نعم الجيش. يا سنة يا أخي، يعني احنا الجيش جاي يحمينا لو جاي يساوم بينا. نعم. ولدنا بشبابنا، يعني والله العظيم واحد طفل بعده. ايش قد اعمارهم ابو محمد؟ يرجعون علي ثاني يوم وياخذونه. ايش قد اعمارهم؟
يعني واحد مواليد 92 واحد 84 نعم يا سنة تم اعتقالهم. وانا يا اخي اخبرهم يقولون بالتاج وبالتعذيب هالشيء ليش؟ نعم يعني هي الحكومة قالت تحميلنا؟ ايش قد حكمهم القاضي؟ واحد احكمه 15 سنة والثاني هاي صار له 3 سنين لا جاي يصعد محكمة لا يعني لحد الآن شنو نسوي تاني حكم 15 سنة؟ نعم ما يصير يا أخي والله استاذي ما يصير هيجي وأنا اشتغلت استاذي أبو محمد هم تزورهم بالسجن؟ انقطع اتصال مع أبو محمد من الطارمية. طبعا نتحدث عن التقرير يقول أشار التقرير اللي قامت به الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية أشارت إلى أن هذا الوقت يخلقه الضباط الفاسدون عن قصد من أجل التحضير لعمليات الابتزاز. التحقيق اللي صدر العام الماضي أضاف بأنه فيما يتعلق بالمآخذ المسجلة على طريقة إدارة السجون في العراق بيّن تحقيق الشبكة أنها تتمثل في تعدد إدارة المؤسسات السجنية، فبعضها يرتبط بوزارة العدل والآخر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وجود إدارة من وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات لها سجونها الخاصة، ولهذا يصعب إيجاد إحصاء شامل لعدد الموقوفين إذا لا تكشف هذه المؤسسات عن إحصاءات دقيقة مطلقا. بيّن التحقيق بأنه وبعد تتبع الأرشيف الإلكتروني لموقع السلطة القضائية في العراق على مدى 3 سنوات 2014 و15 و16 ولمجموعة كبيرة من الإحصاءات والبيانات المتفرقة آخرها إحصاء نشر في كانون الأول ديسمبر عام 2016 فقد أشارت البيانات الرسمية التي تم الاستقصاء عنها إلى أن القضاء في العراق أصدر قراراً بتبرئة 76,415 شخص هاي خلال 3 سنوات فقط، بينهم 8,418 وجهت إليهم تهم الإرهاب تم الإفراج عنهم، أي بمعدل كما أشار التقرير و الدراسة بمعدل 6,368 عملية احتجاز في الشهر، يعني 212 عملية اعتقال في اليوم الواحد. أشار التقرير إلى أنه في شهر حزيران من العام 2016 كان أعلى معدل في تبرئة الموقوفين إذ بلغ عددهم 10,791 بينهم 1,608 متهمين بالإرهاب، يلي شهر آيار مايو بلغ عددهم 10,373 منهم 3,456 متهما بقضايا إرهاب. طبعا القضاء بر هؤلاء ولكن هل خرجوا من السجن أم لا؟ هناك الكثير من حكمهم القاضي بالبراءة ولكن ما زالوا يقبعون في السجون والمعتقلات. معنا اتصال من الموصل أبو محمد. محمد من الموصل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ يا أهلا وسهلا بك. ابني محمد أنا أبو محمد. أبو محمد نعم. شو وقت اعتقله ومن اعتقله وش قد عمره؟ والله هو مواليد 2003 2003 اعتقلوه اتحادية شرطة اتحادية. بيا سنة اعتقلوه؟ 30/1/2017 يعني قبل 2.5 سنين. نعم يعني عمره كان 14 سنة. ايه هو يعني من فاته والامريكان هو ما صاير يعني 17 جاء 17/2003. نعم ما جانا اي خبر عنه يعني خبرنا الصليب الاحمر نعم منظمة حقوق الانسان يعني ما خلينا. من اعتقله ابو محمد؟ شرطة اتحادية. طبعا هاي انتو شتو من رجعتوا للموصل تم اعتقاله؟ احنا بالموصل يعني ما طلعنا خارج الموصل. نعم هم استخبارات شرطة اتحادية. ما لقيتوا لأي اثر بأي سجن؟
والله قالوا يعني خذوا جماعه ويا طلعوا قسم منهم وقسم من بغداد قالوا وصلنا الحدقيارة وصلوا. ها يعني اخر شيء شافوه بالقياره وخلص بعد ما شافوا وراها. ايه يما القاعده مال القياره، القاعده قالوا حتى على اساس يطلع وشو ما بين كل شيء. نعم. زين من تروح تشيكه بالحاسبه ما يطلع اسمه وين؟ ما يطلع، لا ما يطلع، يقولون ما موجود. يعني رحنا على الناصرية، على التاجي، على ملعب الشعب، ما خلينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني داعش لما دخل للموصل كان ابنك عمره 10 سنين. ايه 10 سنين، هو حتى يعني راعي مال الغنم، يعني زيدك من الشعر بيت، يعني حتى ما له علاقة بهاي السوالف كلها. نعم. ايه والله. زين ما وكلت محامي يتبع لك يشوف لك وين مكانه، بلكي يلقى مثلا مسجون بمعتقل؟ ليه؟ ما شفت لك محامي؟ والله شفت محامي، كل ما نكلف محامي يقول والله ما موجود. اخر شيء قبل اسبوع كلفت محامي قال رحت السجن تلكير، رحت الاستخبارات، ما يعني قال ما موجود هذا الاسم. زين الاشخاص اللي اعتقلوه، الاشخاص اللي اعتقلوه إيه؟ بالشرطه تعرفهم؟ والله ما اعرفهم، بس استخبارات الاتحاديه يسمونه، واحد يسمونه عمو سعد، ابو سعد يقولوا له. نعم. ايه هم جو، يعني هو نايم بفراشه تختفوا، يا ابو وين محمد؟ انا محمد ما عنده شيء. قال ما عنده شيء، هو بس نحقق معاه ويطلع. اشوف هذا صار 2 ونص، والله ما نعرف عنه كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. هو طفل، يعني طفل ما تقول، يعني اكو كبار وضربهم ونفيهم او تحاكموا او بعدهم موقوفين على يواجهونهم، ما نعرف يعني ما اعرف. الله يعينك، الله يعينك، نسال الله ان تسمع عن خبر ابو محمد الموصل. كان معنا والديك، والديك الله يسلمك. عندنا اتصال ونكمل قراءة التقرير. نعم. التقرير أضاف بأنه في عام 2015 أشارت الإحصاءات إلى أن القضاء أقر ببراءة 88,297 شخص في كانون الثاني يناير وحتى كانون الأول ديسمبر، بينهم 10,124 أو 1,124 وجهت لهم تهمة الإرهاب، بمعدل 7,358 عملية اعتقال في الشهر الواحد، يعني 245 عملية اعتقال يوميا. وسجل شهر أيلول سبتمبر 2015 أعلى نسبة في تبرئة المحتجزين، بلغ عددهم 9,480، ويليه شهر كانون الأول ديسمبر بلغ عددهم 9,268. ولم توضح البيانات أعداد الذين وجهت إليهم تهم الإرهاب، ويتحفظ القضاء عن نشر هذه التفاصيل في تلك الفترات. أكو اتصال. حيدر من بغداد، تفضل حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا بك، يا هلا بك. تفضل. شو؟ تفضل اخي. خير الحمد لله. شو نصيت التلفزيون للاخير؟ للاخير الله يخليك. نعم تفضل. الو اسمعك. تفضل. الو اسمعك اخي. تفضل. شلونك؟ انا عمري. اهلا وسهلا بك، تفضل. نعم تسمعني حيدر؟ تسمعني حيدر؟ حاول تعاود الاتصال بينا، لان الظاهر اكو فت خلل بالاتصال بالشبكه. يمكن بغداد، حيدر من بغداد كان معنا. طبعا اردف التحقيق انه بخصوص عام 2014، مجلس القضاء الاعلى اعلن خلال المؤتمر الاعلامي السنوي لاعضاء السلطه القضائيه عن تبرئه 115,158
و 158 موقوف، بينهم 8957 وجهت إليهم تهم الإرهاب. ما شاء الله، يعني الجماعة يعتقلون بهالأبرياء ويذبوهم جوا، وبعدين عاد شوف لو يحكم عليه القضاء بريء لو لا. هاي طبعا إذا طلع من السجن. أشار الإعلان في ذلك الوقت من قبل القضاة بأنه أكبر عدد الموقفين الأبرياء في عامي 2015 و16 بمعدل شهري 12513 موقوف بريء. وبين التحقيق بأن الهجوم اللي شن تنظيم داعش في حزيران يونيو 2014 والفوضى التي عمت البلاد بعد ذلك كان وراء تصاعد نسبة الموقوفين الأبرياء في ذلك العام. اتصال ندى من بغداد. تفضلي ندى. مرحبا عيني. مرحبتين، أهلا وسهلا. تفضلي أختي. رحم الله والديك. الله والديك. فهم. والله أنا عندي معتقل ابني، لو تعرف إيش قد عمره من أخذه. نعم. عمره 15 سنة. وما أخذ التلا 15 سنة من أخذه. نعم. يا سنة أخذه. خلوه بالفرقة العسكرية. إيه. 2012. يا سنة. من 2012. 2012. منو اعتقله؟ اعتقله الجيش. بيا منطقة؟ كنا احنا منطقة قريبة على هي فرقة 17 كانت قريبة مع كل مناطق الدورة المحمودية اليوسفية. نعم. كلها طبعا محسوبة على فرقة 17. زين اجوا للبيت اعتقلوا لو بالشارع اختي ندى؟ لا لا، جو للبيت اخذوه من عندنا مجرد مشاجرة بينه وبين طفل على لعبة كرة قدم. بعدين العائلة اللي هاي قالوا خطف ابننا ابو 15 سنة، وين يخطف ابنكم هو بعمره والولد موجود؟ لا شاهد ولا دليل ولا كل إثبات عندهم، لكن إحنا مستضعفين في ذلك الوقت. نعم. ولا نزال مستضعفين في هالمنطقة. كل ما هنالك إنه إحنا من الفئة المستضعفة بالعراق حاليا. أرد أعرف العفو شو وقت يطلع. لا إحنا مثل مصر، لا إحنا مثل السعودية، لا إحنا مثل الأردن، حتى سوريا اللي كان بيها حرب هسه حاليا انطوعفوا. ليش العراق ما ينتعفوا؟ زين أختي خليني أسألك، ابنك تعرفين هسه وينه؟ اي والله هسه موجود بالتاجي. بالتاجي ايش قد انحكم؟ 15 سنة. يعني سنة وهو عمره 15 سنة. زين شنو التهمة اللي انحكم بيها؟ خطف والمخطوف كذب. موجود لا يزال، لا موجود. بنفس الوقت اللي أخذوا ابني المخطوف موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا طلعوا دلالة ولا جوا سئلوا، مجرد إنه خلوه سنة عندهم بالفرقة العسكرية يدقون به، حصلوا به ترفيع بذاك الوقت على أساس إصابة واللزمة وما أعرف شنو. طفل أبو 15 سنة اللي ناجح من أول ثاني متوسط، هذا شو عرف بالخطف؟ ما أعرف العراق شو وقت راح يصلح وضعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين هو السؤال، حتى لو افترضنا أنه صارت هاي العملية وذاك الشخص انخطف ماشي، الجيش شو العلاقة؟ غير هو مثلا القاضي صدر أمر إلقاء قبض وتطلع الشرطة تلقي القبض عليه، الجيش شو العلاقة؟ والله إذن الشرطة الجيش ولا شرطة أصلا، حتى الدعوة مالته ما راحت للشرطة ولا وصلت للشرطة، كلها من الجيش. وبعدين خابرونا الصليب الأحمر، لأن إحنا سنة ندور عليه، سنة ابني ما موجود وطفل صغير كل شيء ما يعرف. ورا السنة خابرنا الصليب الأحمر، لأن إحنا كنا مخلين نجدة بكل مكان سنة ما خلينا. لا أقول لك ولا تقول لي بعنا ورانا وجدامنا حتى ندور على الولد. نعم. وتالي متال الصليب الأحمر خابرنا قال لقينا عندكم ولد فلان الفلاني اللي تلقونه بالأحداث بالطوبشي، وهاي صار 8 سنين ابني مسجون لا ماكل ولا شارب. زين أختي أكيد أنتوا جبتوا له محامي، المحامي ما جاب الأوراق وقال يابا ترى هذا الشخص اللي راح أنا ادعوا أنه خطفه موجود حي يرزق؟ موجود. إيه؟ موجود. وبعدين رحنا يابا تعالوا أنتوا شون، قالوا إحنا ما ردنا نسوي دعوة بس الجيش أجبرنا نسوي الدعوة عليه، وسوينا الدعوة وبعدين تنازلوا وعدنا رفع شكوى اشتباه أنطيها المحامي يقدمها للقاضي، يقول له كلهم إرهابيين. هاي أهل يجي يقول أنا بالتعذيب أخذوا من عند الاعتراف، حتى ما سمع له.
الموضوع طائفي يعني هسه بالعراق. اختي ندى الموضوع طائفي يعني. طبعا اي طبعا تمام هاي الموضوع طائفي هاي وحده زين. هم طلبوا منكم رشوه تدفعون فصل عشائري؟ اي طبعا رادوا من عندنا فصل عشائري. هي كلها الهاسه كانت الريد فلوس. تمام فصلتوها؟ قالوا من فلوس والله انطيناها فلوس لعشرين سوار اشتري ابني يعني. اي تمام يعني ويا العائله فصلتوها. ايش قد اعطيتوا فلوس؟ 18,000 دولار لو 18 مليون؟ مليون مليون مليون. وتنازلوا عن القضية؟ عندنا والله رفع شكوى اشتباه وعندنا تنازل، بس وين ما نروح يقول لي انخطف ما مشمول. يابا خطفش الولد موجود واهله متنازلين، وهم بالتنازل دا يقول لك عندنا رفع شكوى اشتباه وما كل ولد ما مخطوف اصلا كان. نعم لكن لا حياته لمن تنازل. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعيني يعني الله يفرج عنك. نعم. لا نعرف شنو القصة ولا إنه ولا والله الدعم مالت القضية المحكمة نص ساعة. علي قهرمان واحد اسمه علي قهرمان. نعم. نص ساعة ضيع مستقبل ابني. نص ساعة يعني كلمتين مجرد أوراق يمهاها. قال له أنت خاطف؟ قال له لا أنا ما خاطف. قال له العد مو مكتوب هنا. قال له اعترفت لي أن كتلوني. قال له كلكم تقولون نفس الشيء. أنا حضرت المحكمة. هذا شو اسمه القاضي؟ شو اسمه القاضي؟ علي قهرمان. علي قهرمان؟ اي نعم كرد فويل. نعم الله يعينك. الله يعينك ويفرج عنك. انا اشكرك يعني اختي. نعم العراق كله وعد الله علينا يا اخي. الحمد لله على كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. معنا اتصال سركوت من كركوك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. مازالك وإن شاء الله تفضل. السلام عليكم من قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. والله أنا أخوك بالسجن. بالسجن تصيرات أخوك؟ إيه أخوك. إيش وقت اعتقله؟ والله بالسرقة. بشنو؟ شنو التهمة؟ ايه اخوك بالسجن. بالسجن تمام. شنو التهمة اعتقلوا بيها؟ والله 2016. نعم نعم كمل اخويا كمل. بالسرقة. نعم والله أنا حتى مشتكي بيد الرخيص. نعم إيش قد انحكم أخوك؟ إيه فصل عشائري أكو بس لازم إيه؟ 19 سنوات. انحكم 17 سنة. تسعة. وين مسجون هسه؟ 9 سنوات محكوم. نعم وين مسجون هسه؟ والله بالتصفيرات كركوك. تصفيرات كركوك؟ اي والله. نعم ها هم تزورونه؟ اي والله لازم 90 ورقة بالمشتكي. ها لازم تدفعون 90 ورقة بيتنا بالرخيص و... اي اي بيتنا بالرخيص 90 ورقة بالمشتكي. والله حتى اني بالضابط التحقيق بالمركز بالرشوة ونقل جنايات الأولى. نعم والله زهان أكو. زوجي أكو. هذا بالسجن. نعم الله يعينكم أخي سركوت ونسأل الله أن يفرج عن كل بريء. معنا اتصال صفاء من بغداد. اي والله والله حاسه بالتصفيرات كركوك. ايه 900 اشخاص اكو مسجونين اكو. نعم ما حتى اني خدمات ماكو. مزاري ماكو. مأساة مأساة. الله يعينهم. اشكرك اخي سركوت. صفاء من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
شلونكم حبيبي؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله يا اهلا بك. ان شاء الله بخير. يا اهلا بك. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل. اكو سالفه قديمه صارت. قبل صدام حسين. اي. واحد بالجيش. اسمعها بس اسمع لي هاي السالفه والطين نص دقيقه مجال. تفضل بس بسرعه، تفضل. بالجيش واحد مغني، ما اريد نقول من هو، مطرب. اي. صارت حفله مال مسؤولين. كمل الحفلة قالوا وي والله هذا خوش مغني. نعم. يا بش تريد؟ قال والله بس روحوني من الجيش. قال له خلاص باكر روح مشي معاملتك. والضباط والجنود قاموا يضحكون عليه، بابا وين اكو حرب ايران اكو تسريح. المهم مشي معامله وراح ذاك الصبح انطلق تسريح مواليد 57. راح وقع من الضابط الظهر لغى القرار. قرار العفو العام. المن طلع جماعتهم. والله العظيم طلع جماعتهم ومشين معاملات مكمليها. ليش احنا بنروح نقول خلاص بعد انتم ما مشمول الارهاب؟ اول مره الارهاب انشمل لمده 6 شهور ومحكمه الساعه من تحكم جريمه. والله العظيم انا رحت المحكمه هاي بالحريه زين، رحت قالوا اطلع عفو عام قبل ما اروح للمحكمه الساعه. سال شافني قاضي قال لي ايش فيك انت قاعد هنا من الصبح للسيد باوع رايح الجاي؟ قلت والله استاذ انا على اساس مشمولين بالعفو العام. قال لي ايش قد محكوم؟ قلت له 15 سنه. قال احنا ما عندنا قرار، ما عندنا حكم 15 سنه بهاي المحكمه، احنا نحكم 7 سنين واللي جوه. قال ليش جيت محكمه الساعه تحكم 15 سنه؟ ما قانون 15 سنه. زين الارهاب الفجر هذا ارهاب، القتل ارهاب، الخطف ينحسب بالارهاب ليش؟ نعم. زين ليش ماكو مواجهه؟ يعني انا ابني صار لي 5 سنوات انا ما شايفه ليش؟ من 2010 لبوب السجن زين وودوه للبصره من بغداد، من البصره للناصيه. ليش عمي؟ شوية اتقوا الله، اتقوا الله. احنا اب اخوته خواته زين، يعني لو امه لو اخته لو مرته. زين احنا شلون نوصل له؟ شلون؟ يعني ساعدونا بهاي الشغله. نعم. ارهاب هسه الارهاب على شنو ارهاب؟ ارهاب الفجره وهذا. والله العظيم ذول الفجره وذول اهل الحشيشه والترياق والهاي الممنوعه دوليا ينطون فلوس ويقلعون، والحكومه كل الزين والقضاء كل الزين يدرون. نعم. زين؟ ما يصير عندي شويه تقوى الله، شويه تقوى الله. هسه مشي لنا يا العفو هذا طلعوا هسه مو كل الارهاب ارهاب. ارهاب الفجر، ارهاب القتل، ارهاب كلهم دا يطلعوهم واحنا ولدنا نايمين. ليش؟ زين سبحنا مواجهه. زين يشملوهم هذول يشملوهم يسكتوا عليهم ارهاب، يشملوهم بالمرحمه بالقاضي الشرطي بالعيد. هسه نعم طلع على صدام حسين قبل كنا نقول قانون صدام حسين ظالم، بس كان بيفرج شرطي بي مرحمه. نعم. السنه 9 شهور زين، يعني استاذ 15 سنه يكمل 10 سنوات، هسه غير يطلع ليش ما يشملوهم بهاي؟ نعم. يعني احنا ناشد الحكومه يا استاذ عادل الله يخليك، الله يعفوك، الله يحفظ الحكومه الشرفاء، بس الشرفاء اللي اقول عليهم. نعم. زين هذول اللي قلت راح اللي داعون فيهم 11 وزير ما ادري كيف. نعم. مطلوبين للقضاء، هذول ايش بدهم؟ اخي صفا نسال الله ان يفرج عن ابنك، واني اشكرك واعتذر من المقاطعه لان هناك والله اكو هوايه متصلين. ابو عبد الله من بغداد. الو السلام عليكم. وعليكم استاذ السلام عمر. ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استاذ عمر في عندي سؤال، في عندي سؤال واول ما جاوبني انت ولاهل السنه. تفضل. أريد أعرف ما هو السبب يعني، ولكن سؤال لازم واحد لازم يعرف ما هي الأسباب. تفضل. ما هي الأسباب؟ أكثر علماء أهل السنة وأهل السنة يروحون للأردن هناك يتخبعون وهم يعرفون أبو الأردن هو خائن وأبوه خائن وجده خائن. شنو علاقة إحنا بغير الحكومات؟ إحنا نتكلم على موضوع المعتقلين والمساجين المغيبين. مو انا اريد اعرف السبب هذا. لا ادخل لنا بالموضوع مباشرة. كيف؟ لا تخون الناس، يعني على شنو تخون انت مثلا؟ يعني لان دولة مستقرة، بس اسمح لي، لان دولة مستقرة وعندها نظام
تحبون ايه؟ تخرب باقي الدول حتى ترتاحون لو شلون؟ لا مو انتم دائما شنو يعني؟ لا شنو يعني شنو اللي تريده؟ تريد الخراب الخراب يعم مثل ما عم بالعراق؟ مو انا اجيبك مو تريد اجيبك سو جيبك ادخل بالموضوع مباشره تفضل انا اجاوبك تفضل نعم انتم دائما تقولون السيستاني ما حد حكى على السيستاني يا اخي لا 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 ما حد يا اخي عيب هذا الكلام انا اعتذر منك ابو عبد الله من بغداد هذا النفس الطائفي غير مقبول بي وهذا الانحراف عن موضوع الحلقه ابدا ما مقبول بي اي تجاوز ما مقبول بي شو الحكي هذا انت وين قاعد انت ابو عبد الله الظاهر انت ما شاء الله عليك مرتاح ما دا تسمع هذا الظيم اللي دا يصير بالعراق والقهر اللي دا يصير بالعراق عيب شويه استحوا شويه ارتقوا بكلامكم وبخطابكم نعم منين قل لي رقم دولي منين قل لي هو يقول من بغداد ابو عبد الله منين اذكر لي ايش قد الكود مالته بالبدايه صفران ايش قد صفران 4 3 4 يعني قاعد باوروبا قاعد باوروبا الافندي يلا يا الله ام حسن من الموصل تفضل يا ام حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي يا اختي اخويا اعتقلوه الدواعش تاريخ نعم. 2016/1/11 ما نعرف اي شيء عنه نعم بيا منطقه اختي اريد من قناه من الموصل نعم الدواعش اخذوه ايه الدواعش خذوه 2016/1/11 خذوه من البيت هو وسيارته نعم شنو التهمه مالته كان بالشرطه لو بالجيش شنو اخذوه لا لا هو يشتغل تابع للحكومة يعني نعم موظف حكومي تمام لا لا ما موظف يعني هذول تابع الحكومة مثل الكاتب هو بس يشتغل أخير شيء تابع الحكومة اي اي وما نعرف اي شيء عنه والقناة الموصلية والفلوجة نشرت صورة من سجن فيصلية ما عرفت كيف ناشرين الصورة فوق عينه غطاء أسود نعم فوق عينه غطاء أسود أخويا موجود بهاي الصورة أريد من قناتكم المفضلة تكشفونا عن هاي الصورة نشيلونها من عين هاي السوات رسلناها لكم على قناتكم على الواتساب على الواتساب شو وقت أرسلتيها؟ إيه رسلتها على قبل 3 أيام مو انت قبلك موجود أرسليها مرة ثانية الصورة واضحة؟ الصورة واضحة بس نعم. هاي فوق عينه حاطين أسود فوق عينه ماشي بعد ما تم استعادة الموصل ايه قدمتوا اسم للجهات المختصة الحكومية يابا هذا ابننا كذا تم اعتقاله من قبل داعش ايه شنو الجواب كان؟ قدمنا وما نعرف يقول ما موجودين يقولوا هذول بس احنا هاي الصورة اخويا موجود نعم. قدمنا معاملات ماما بس حدا ما ردونا كل جواب وما نعرف كل شيء عنه بس بهاي الصورة كشفناها موجود بس بهاي فوق عينه ما يبين واضحة تمام زين هاي الصورة اللي شفتوها انتو هو بداخل سجن ايه؟ عراقي لو كان عند داعش لا بسجن الحكومة سجن الحكومة نعم ايه سجن الحكومة قاعد تسجن ما عرفت يا سجن لا هو كيف لو تسفيرات مش رسي وراتسي واكشن زين ما رحت لهذا السجن يا ابو ابن اعتقل داعش وشفناه موجود بهذا السجين بلا رحنا ايه؟ رحنا سألنا ما يردون كل خبر ما يردون كل خبر لنا نعم بس احنا نعرف الحكومة حررتهم نعم ايه هو اسمه فواز محمد عيدي لي اسمه الله يخليك ام حسن ماهر فواز محمد ماهر فواز محمد اللقب مالته كحيشي وامه جرجرية نعم ايش قد عمره مواليد 91 إيه اريد منكم من قناتكم المفضله تكشفون على هاي الصوره انا شريتها قبل 3 أيام دزتكم اياها على الواتساب على المذيع فال كان موجود عيدي لي اياها اختي عيدي لنا الصوره على عيدي لنا الصوره على الواتساب الله يخليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء إيه بس تسمعون أي خبر أنت بس تكشفون هاي صورة تردون الخبر على الواتساب فرحون قلبنا نعم بلكي أحد من اللي يشتغلون بالسجن اللي عندهم غيرة اللي عندهم ضمير يسمع الاسم ويقول موجود أنا أشكرك أختي أم حسن معنا اتصال آخر أبو عبد الرحمن من بغداد أكيد من بغداد لو يطلع من أوروبا تفضل أبو عبد الرحمن لا من بغداد حياك الله انا يعني مازحا
من باب الشقة تفضل. ها اقول لك قريتها من باب الشقة لان عندنا واحد اتصل من اوروبا يقول انا من بغداد. ايه سمعنا. والافندي يريد يخرب الدول العربية كلها مثل ما خرب العراق حتى يرتاح. اي والله دي خربوها كلها. تفضل تفضل اخوي ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. شلونك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك. اهلا وسهلا بك. احنا عندنا معتقلين من 2014. نعم. من اعتقلهم بيا مكان 4/9/2014 وما نعرف عنهم. نعم. وين ما نعرفهم وين ما وين. نعم. وحده وحده ناخذ. 2014 تم اعتقالهم. اي والله. كم واحد؟ 2014. كم واحد؟ 42 واحد والله. 42. اي والله 42 واحد اخذوهم الساعة. نعم. اخذوهم الساعة بالسبعة ربع المغرب. منو اخذهم؟ والله قوة جت ما نعرفها منين ما نعرفها منين. هاي بيا منطقة صار الحكي ابو عبد الرحمن؟ منطقة صار الحكي باليوسفية. اي نعم. نعم. القوة اللي جتي لابسة جيش شرطة ميليشيات؟ والله لابسة جيش ولا ما نعرفهم شو مرقط كلهم لابسين مرقط وسيارات جيش. زين ما افتهمت منهم شيء. انت كنت موجود من اعتقلاهم ما سألتهم يابا انتو ليش قاعد تاخذون هالزلم؟ ما خلونا لا نسألهم ولا ابد. اخذوهم ومشوا. اخذوهم ومشوا. نعم. اي والله. زين ما راح تدورتهم بالسجون سالت عليهم؟ ما خلانا سجن ما خلانا. نعم. وما خلانا اي مكان ما خلانا حاسب دقينا ما خلانا كل مكانات طلعناهم ولقيناهم. ذول ال 42 بيهم من ابنائك من اخوتك؟ يعني؟ ذول ال 42 بيهم من اولادك من اخوتك؟ لا والله ولد اخوي وولد عمي. اقربائك؟ اي والله. لا حول ولا قوه الا بالله. شلون مصيبه. اي والله ما نعرف منهم وين ما وين ما نعرفهم. نعم. نعم. اي والله. نريد من الله منعكم شوف لنا اياهم. نعم. اي والله. واحنا بنشكركم. اني اشكرك. الله يعينكم والله. ابو علي من بغداد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. شلونك حبيبي؟ انا ابو علي الشويلي من بغداد. حياك الله يا اهلا بك. خويا ولدنا كلها بالسجون وكلها راحت ابرياء وما لهم علاقه. نعم. لا سوين ذنيب لا شيء. انتهت الامور وسحبت الدواعش وصار التحرير وشالوا ولدنا. يعني ورا احنا نطلب من الله ومن عندكم. تمام. نطلب من الله ومن عندكم العفو العام. نعم. اللي يخلص هاي الناس كلها وتخلصونا من فقرة الثانية اللي هي فقرة التنازل. يعني حتى الشخص من يريد يروح يفصل نعم. يفصل 100 مليون واكو فرصة. أعرف ناس ادت 100 مليون وما تنازلوا عنهم. وفصل يعني ناس مظلومين لا بيها ولا عليها. نعم. الناس اللي تخلص ولدها اكو ناس محكوم اعدام يعني لا بيها ولا عليها. ناس ابرياء. نعم. يعني 85% الناس اللي بالسجون هي ابرياء. حتى يعني السجون مخطبه يعني زنزانه ناصريه العرض متر ونص وطول مترين بأثمن نفرات. الله اكبر وين حقوق الانسان؟ نعم. تعالوا شوف المواجهات بتروح النساء تجي من الموصل من الرمادي من بغداد كل المحافظات وتجي وثبات اذا بالشتاء المطر والبرد واذا بالصيف الحر يدق بيها ولا ماي ولا فشي وتاخذ لها يومين وكل 3 أشهر يلا تواجه لها تشوف بينها ربع ساعة لو زوجها لو أخوها. نعم. ما يصير هيك. هسه الدول كل سنة تطلع عفو. نعم. سووا مصالحة وسووا عفو وعفى الله عما سلف ونفتح صفحة جديدة. نعم. ما يصير هيك حكومة ظالمة يعني. حتى الله ما يقبل. لا حول ولا قوة. حكومة صار لها من ال 2003 لحد الآن ترى ما أبو علاوي هذا العفو ال 2016 عفو كلاوات حبيبي. أبو علاوي ابنك أو أخوك اللي مسجون عيني أبو علي. اللي مسجون عيني. شنو التهمة مالته؟ ايه شنو تهمته؟ التهمة مالته تهمته على اساس قاتل شخص لا شايفينه ولا فتش ولا هاي شالوه
على قتيل احترف يا بان قاتل فلان. نعم فصلتوها يا الدور قالوا لك فصلتوها. فصلنا ورحنا والناس حتى من فصلناهم قالوا عم احنا نعرف القاتل مالتنا وراحوا للقاضي وقالوا يا حضرة القاضي ترى مو هذا القاتل لا ضيع دم بنا. نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. الله يبارك فيك. أبو علي من بغداد كان معنا. أبو حسين من الموصل. تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. قبل شوية اتصلت أم حسن من الموصل تسأل على شخص تقول على عيونه سواد اسمه ماهر. أي. هذه الصورة من سجن سجن تلكيف. سجن تلكيف. نعم ابن عمي موجود وياهم. اي نعم يعني من ضمن الصوره فأكد لك انه الصوره من سجن تلكيف. تمام واجهت لابن عمك اخويا ابو حسين؟ شفت الصوره وشفت شخصيا اعرفه يعني. لا تمام انت شفت الصوره انت رحت واجهته بالسجن؟ موجود بالسجن عندنا يعني اتصال ويا موجود بالسجن نعرفه لان يعني دعوه مدنيه ابن عمي مو يعني مدعوة. نعم بس اللي يعني على الصوره اللي نشرت اللي موجود سواد مخلين خط اسود على عيون السجناء. اي منظمه هيومن رايتس ووتش نشرتها. نعم هذه بسجن تلكيف. نعم اي بس حتى يعني ام حسن يعني تعرف. اي بارك الله بك انا اشكرك رحم الله والدك. هاي خلت تسمعنا ام حسن من ذكرت ان ابنها ماهر فواز محمد الجحيشي مواليد 91 يقول أبو حسين أنه موجود في سجن تلكيف لأن ابن عمه موجود في هذا السجن. للأسف انتهى وقت البرنامج بس احنا مستمرين معكم أعزائي المشاهدين بتغطيتنا حول أحوال المعتقلين وقضية المغيبين في العراق. غدا إن شاء الله حلقة جديدة من صوتكم ومستمرون بهذه التغطية حول المعتقلين والسجناء والمغيبين في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.